تعد صافرات الإنذار إحدى الوسائل الإلكترونية الحديثة التي تستخدم لتحذير السكان عند قرب حدوث خطر وأثناء حدوثه أو بعد زواله. وجود مثل هذه الإنذارات يعني وعانا أكثر، أنه لا سمح الله يعني صرنا خلاص عرفنا كيف نتعامل معها، يعني بحال أنها يعني لا سمح الله بحال أنه حصل خطر وأطلقت هذه الإنذارات، نكون عارفين كيف نتعامل معها، عارفين متى وقوع الخطر ومتى أنه الخطر ما زال موجود ومتى انتهى الخطر. ويأتي هذا المشروع تتويجا للجهود التي تبذلها المديرية العامة للدفاع المدني في تحديث صافرات الإنذار، بما يتواءم مع احتياجات جميع مناطق المملكة من نظام الإنذار المبكر لمواجهة المخاطر بكافة أنواعها، مع العمل على تحديد مواقعها في المدن والمحافظات. سمعنا الثلاث إنذارات، الحمد لله ما في شيء يدعو للخوف، كل الأمور الحمد لله تمام، الحمد لله على الأمن والأمان وكل شيء، كل الأمور مطمئنة. وقد تم بدء تنفيذ مشروع نظام الإنذار الشامل في المدن الكبرى، ويجرى حاليا تنفيذ مشروعات مماثلة في بقية المدن والمحافظات تمهيدا لاستكمال تغطية جميع مناطق المملكة. إجراءات وقائية تتخذها الدولة ممثلة في الدفاع المدني من أجل التأكد من جاهزية مشروع النظام الإنذار المبكر وتوعية المواطنين بكيفية التعاطي معه. علي الشريف، سكاي نيوز عربية، الرياض.